على الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. محاولة إنقاذ أفعى صغيرة، ما نعرف كاع واش هي سامة ولا ماشي سامة ولا صغير ولا كبير، هذا فواحد المغارة تقريبا الغرق ديالها شي 20 مترو. احنا متسلقين، راه هبط كاع هنا بلا حبل بلا والو. اييه، في محاولة لإنقاذ رفعة صغيرة. ها هي، شوف غادي نديرها في هاد الكيس ديال أتاي. شفتوها؟ هيا نديرها هنا ونطلعها للفوق. هيا ونطلعها تاني للفوق. ها الاثر ديالها، ها الاثر ديالها دابا الفوق. هيا راه كاينه هنا في هاد الكيس، ها نجيبها لهنا ونطلقها باش يمشي بحالو، باش ما يبقاش هنا. نبعدو شوية. ايوا هي هذا هو الحال، نحن مع الحياة البرية. راه داك الغرس يكون فيها شي 20 متر ونطلقو هذا. دابا الاغلبيه ديال هاد الزواحف كيطيحوا في هاد الغيران، ما تيقدوش يطلعوا، تيبقاو تما يموتوا. هادي غادي نطلقها، نطلقها هنا، نيت نطلقها هنا، نطلقها هنا. سير سير، ايوا هكذا تم الانقاذ بنجاح. ها هي هنا، ها الكيس فاش حطيتها، هاد الكيس ها هي كاين هنا، ها هي ها. شوف اش كتبان لكم، سير